بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي أحبائي، اليوم في شرح جديد معكم فادي الكافي من قناة فادي الكافي على اليوتيوب، في شرح كيفية تسريع الإنترنت لكل يعني المستخدمين بالطريقة الصحيحة، طريقة سهلة جدا ويعني ليست خاطئة أو يعني كاذبة مثل الكثير من الفيديوهات السابقة التي أراها في يعني في اليوتيوب. هذه الطريقة الصحيحة وبدون أي برامج، يعني لمن يقول لك أن هناك برنامج لتسريع الإنترنت فأعلم أنه يكذب، لأنه ليس هناك برامج لتسريع الإنترنت. طيب نبدأ على بركة الله. أولا نقوم بفتح ران، هنا نكتب ران هكذا، هيا ران هنا، ثم نقوم بكتابة هذا الأمر gpedit.msc، هنا gpedit.msc، هنا كما ترون هذا هو الأمر ليكون يعني واضحا، هذا هو gpedit.msc كما ترون. طيب اذا هذا هو الامر، نقوم بكتابته ثم نضغط على اوكي. هنا سوف تظهر لنا هذه النافذة، نقوم بالذهاب هنا، سوف نجعلها واضحة، هذه هي computer configuration هنا، ثم نذهب إلى الخيار الثالث هنا administrative templates، تأكدوا من هذا الخيار administrative templates، نختار ثم نذهب إلى network هي network. طيب هنا هذه هي، نختار KOS package handler، هي بعد الضغط على network نختار KOS Packet Scheduler، هذه هي الخيار يعني الأول ثاني ثالث رابع خمسة سبعة ثمان تسعة، الخيار العاشر KOS Packet Scheduler، هذا هو، نقوم بفتحه تظهر لنا هذه الملفات. طيب نذهب إلى هذا الخيار، نفتح هذا الخيار Limit Reservable Bandwidth، طيب نفتحه، قد نجدها هكذا يعني مثلا هكذا أو enabled، المهم لو وجدتموها not configured طيب نضعها enabled. هنا لو سوف تجدون يعني 20% أو 80%. طيب سوف نفسر هذا، هنا الباندويتش ليميت يعني لو وجدت 20% فإن الويندوز يستعمل 80% من الانترنت الخاصة بك، يعني أنك أنت تحصل على 20% فقط من الانترنت. طيب وإذا وجدتم 80 فأنت تحصل على يعني فأنت تحصل على 20 يعني على 80% من الانترنت الخاصة بك، وال20% يعني الأخرى يحصل عليها الويندوز. طيب لكن نحن نريد أن نحصل على الإنترنت كاملة، ماذا نفعل؟ نضعها صفر، هنا 0% كما ترون، هيا أمامكم 0%، هنا نضعها. طيب نضعها صفر ثم نضغط على apply، أهم شيء هو نضغط على apply هكذا ثم okay هنا كما ترون، ثم هنا الانترنت سوف يصبح لدينا هنا كما ترون، سأقوم بالتجريب هنا مثلا الفيسبوك كما ترون هنا، والجوجل الجوجل كروم هنا، الانترنت سريع جدا. طيب شكرا لكم أصدقائي أحبائي، كان معكم فادي الكافي في شرح كيفية تسريع الإنترنت
هذه هي قناتي على اليوتيوب فادي كافي، لو سمحتم هنا هذه هي فيديوهاتي، لو سمحتم لايك سبسكرايب وكومنت لفيديوهاتي، وهذا هو بروفايلي على الفيسبوك، أي مشكلة تقومون بدعوتي على الفيسبوك وسوف أكون حاضر لكم بالإتمام. شكرا لكم أصدقائي.